يا بنت الناس أنا فقير، دراهمي يومي معدودة، إنما عندي قلب كبير بحرشة طقان وممدودة، فايد من المحبة والخير بوابه ماهي مسدودة، وعليها واقف عساس. فهميني 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 يا بنت الناس. شكرا. رمضان كريم، وإن شاء الله يا رب هالشهر الفضيل بيمرق علينا بالصحة والسلامة والكرم والطمأنينة وراحة البال، وإن شاء الله يا رب كل الناس تحس هالشهر يمرق عليها خفيف، والأيام تمرق بسهولة والإيمان يا رب. ومن لكم أهلا وسهلا فيكم معنا، احنا اليوم عم نصور من موقع أوتيل بالاس دونفا بكازابلانكا. الأجواء دائما رائعة، مع الطرب، مع الأمبيونس، الأكل الطيب، الموسيقى. فبنتمنى منكم تشرفونا، وإن شاء الله يا رب تستمتعوا بأحلى الأوقات معنا. معكم حبيبكم وخيكم الصغير رياض العمر. أنا بفتخر بهالبلد الطيب، بفتخر بلبنان بلدي الحبيب، وبفتخر كمان ببلد التاني المغرب وبطقوس المغرب الحلوة. إن شاء الله يا رب يمرق هالشهر على كل الأمة الإسلامية بالبركة والخير، وأهلا وسهلا فيكم.